يعني انت تلعب الماتش ده وهترجع لموسكو، اللجنه المنظمه انك تروح الحته دي تلف بقى. وده كاس العالم والاولمبيات كده، انت بتلف تفضل تلف. بس احنا كنا بنلعب بنروح في دورات اولمبيه ولا بنروح في دورات بحر ابيض؟ بتلف. لا بتلف. كنا بنقعد في سبليت مثلا، في ناس بتروح في سبليت، في ناس بتروح جنبهم سراييفو مش عارف شكلها ايه، مش عارف. وبيقعدوا الثلاثه ماتشات اللي هناك مع مجموعه يوغوسلافيا مثلا. كانوا بيروحوا يقعدوا في مكان واحد، وكنا بنلعب ثلاث ماتشات وانت عارف، وبنتمرن في نفس الارض، ما كانش فيه الكتير ده. اي نعم في جبال وفي نزول وطلوع، انما حكايه روسيا دي يا جماعه بعد ما عرفت حكايه السفر والبتاع، احنا متعودين على الكاميرون ودوالا والحتت دي، انما بهذا الشكل في مستوى تاني يا كابتن. وصلنا كابتن وكابتن موجودين الحمد لله، مفيش مستوى تاني خالص. فعشان بس كابتن الناس بس المهتمه اللي تخش على الموقع وتشوف هذه الجزئيه، لان هتفرق معاهم كتير. لان طبعا انت عشان تاخد طياره وتسافر اي مدينه ثانيه، بتكلم عن الناس اللي رايحه منتخب مصر في اي في الثلاث مناطق اللي هيلعبها، طبعا شيء صعب ومكلف. عشان كده هم حلوا هذه الجزئيه، وده حاجه فوق يعني، انت مستوى تاني خالص. هم بيفكروا فيه، ما بيسيبوش حاجه بالصدفه. كابتن انا عاوز اقلع على القرعه.